علاش 99% منكم نتوما البشر ما كيحملوش خوتنا الفيروسات؟ كيعيروهم كيقولوا لهم نتوما باراسيت كتعيشوا على دار الخلايا ما تسواوش، وحتى حنا ما تنحملوكمش. علاش نتوما كتعداو على بطاطا؟ بطاطا باغا تعيش، باغا تعيش وتشوف الحياه وتولد ولادها وتعيش معاهم وتكبرهم. كتجبدوها من التراب وكتحشيوها في كوكوط فيها العافيه، ولا كديروها في الزيت طايب سخون كيقليها. تبغي انت اللي يحشيك في الزيت؟ وعلاش تقتلوا الدجاج؟ والدجاجه مسكينه كتقوت ويك 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 ويك، ما تقتلونيش ما تقتلونيش، مع ذلك وكتاكلوها. وهادشي علاش حتى حنايا الفيروسات كندخلوا للجسم ديالكم وكنتشروا فيه باش ننتقموا لكاع الكائنات الحيه اللي قتلتوها وكليتوها. بغيتي تعرف كيفاش كنديروا لهادشي؟ ركز في هذا المحور التالي اللي غتعرف فيه على لي زيتاب ديال لا مولتيبليكاسيون فيرال، ديال التكاثر الفيروسي اللي كنديروه ملي كندخلوا للخليه.